مدينة بريسبن الأسترالية تتعافى تدريجيا من أسوأ عاصفة ثلجية منذ 10 سنوات. العاصفة كانت مصحوبة برياح بقوة إعصار وحبات برد كبيرة إلى الجنوب الشرقي من ولاية كوينزلاند. تقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية أشار إلى أن الأضرار الناجمة عن العاصفة يمكن أن تصل كلفتها إلى حوالي 50 مليون يورو. العاصفة تسببت في إصابة حوالي 12 شخصا بجروح طفيفة نتيجة سقوط بعض المباني. كل شيء دمر كما ترون. بعض المحظوظين لم تتضرر غرف منازلهم وبقيت بمنأى عن السيول. بالنسبة لكثير منا غرف الاستقبال وبقية الغرف والفناء، كل شيء ذهب مع الريح. وتم إرسال عشرات الجنود من قوات الدعم في حالة الطوارئ التابعة للجيش إلى الأماكن المتضررة لتقديم العون وإصلاح التيار الكهربائي.